صحة تونس، كيف انك؟ لباس؟ الصحة لباس، بربي رد بالك على روحك. هاو جاي هالمتحور الجديد هذا ميكرووند ولا شو اسمه، قالك ما يفدلكش، بربي رد بالك ولف على جنابك. واش عاملة في حروباتك وكل قوة اللي تتربص بيك مشيرات الكل؟ ليه نعرفك حربية ما نخافش عليك، بس لو تنتصر عليهم الكل كالعادة وتبهر العالم وتدخل للتاريخ مرة أخرى، نعرفك تهني. باي لميتشي زبلتك، اسمح في الحروبات والإنجازات يا أخي، مش لازم نوليو دولة متقدمة وجايبة 15 على 10 في السيادة، النجموش نوليو دولة قادرة تلم الزبلة متاح. والله سقف انتظاراتنا ما هوش مرتفع ياسر، معناه نصبح اليوم نلقى الجرائد كلها تعيط، لابريس كاتبة les factions menacent d'observer une grève générale et une action de désobéissance civile. La capitale du sud veut respirer. Ou le temps kif kif, grève générale et désobéissance fiscale à Sfax. L'État débordé. Ou عندك النسخة العربية في الصحافة اليوم. الوضع يزداد احتقانا في صفاقس. إقرار الإضراب العام وغلق منافذ المدينة يوم 10 ديسمبر. هذا الإضراب حاصل توا، واللي تلعب على العصيان الجبائي ولا المدني مازال مش واضح، وهذا في صفاقس راه ثاني أقوى ولاية في البلاد أمور اقتصاد وإنتاج. فماذا أنتم فاعلون؟ أو بالأحرى ماذا أنتن فاعلات؟ هذه خدمة وزيرة البيئة ورئيس الحكومة، رغم اللي الحصيلة السياسية معروف شكون باش يهزها في الأخر، وإحنا شكون عندنا بخلاف الرئيس الأدمين حبيب الملايين؟ زعما إيش باش يعمل في حكاية الجريف هذي؟ هذه ما ينجمش يقيدها على الأشرار والخونة اللي يتأمروا مع الخارج، وما ينجمش يفضيها له تقرير محكمة المحاسبات. تي حتى كان يبدل الدستور الكل ويرد روحه إمبراطور ما يخلطش يفضها. هذه لازمها واحد يثني الركبة ويخدم على روحه ويحضر درسه، يفهم مشاكل البلاد منين جاية وماكينة الدولة كيفاش تخدم وهك الدوسيات اشفاها. وحتى هذا الكل حقه تعمل من قبل، مش بعد ما تتخذ تشري مكحلة. طوى أخويا سبق السيف العذل، حتى زقفونا ما تفض هلكش طوى. آي أخويا ورينا تراه، أبهرنا. نحبك توا تهبط لصفاقس تفسر الأهالينا غادي حكاية الصلح الجزائي والشركة الأهلية والبناء القاعدي، وخاصة الفرق بين الشرعية والمشروعية.